باش خرج لفرنسا خرج بانوا لي زارتيست تما بزاف، وكنت عندي شي المام شي شويه بالرسم هذا، ولكن ما عرفش بان كندير لو بورتري ولا فاش لقيت الناس في لي بلاص تما وجربت راسي. المهم كيما درت ليها كاين شجعوني عليها وهذا، صورت شي شويه ديال الفلوس درتهم جيبي وهذاك الشيء، وحال نشطني هذاك الشيء زعما سيرتو كدور عينك كتلقى واحد كيدير وحده كدير لا فوتو واحد كيضرب بالكيتاره ولا هذا، ولي بلاص راه انت عارفهم في برا كيدايرين. انا كنت خرجت واحد الكونكور ايبيك كنت كندير ليكيتاسيون كنركب على الشبال، من بعد فاش دخلت كنت ما خرجتش خرجه زعما ديفينيتيفمون على سي باسي، ما كاينش الوثائق وهذا. دخلت قلت نقدر نقادو دايا ديالي وعاد نرجع ولا هذا، قلت علاش ما نديرو هنا نيت في بلادي. فعلا جربت خدمت في الرباط اول خطره، خدمت في بولفار محمد سانك في الرباط، خدمت في الجرده اللي كاينه في الرباط جرده حسان، يمكن كيعقلوا على الناس القدامى. انا درت لوبورتخي تما بكري على فوق، من بعد خدمت في مراكش، خدمت في اكادير، خدمت في شي عام تقريبا، ومن بعد جات الفرصه انني جد البيضاء، زرت الدار البيضاء خدمت فيها. اول ما جيت عجبني هذا الباساج، اول حطه عندي هنا حطيت فعليا، لقيت المغرب كله كيدوز من هنا، وتاديك فرنسا ولا هذاك الشيء كله غيدوز من هنا. المهم عايشت هذا الكوان وبقيت نقرا فيه، انا كناخذ الناس كياخذوا، والمهم حنا مصاحبين هنايا سيدنا تعرف سيدنا لو طابلو شحال من خطره، واخا ما كانش حصلنا اللقاء ديالنا مع سيدنا، ولكن الحمد لله كيعجبني لو بورتري ديالو كنخدمو بزاف. شي مره كنت نهديه ديتو في المناسبة ديال ولي العهد فاش يلاه تزاديتو، ديتو كون كادو الرباط ساعة. للأسف كان هو غيجي يصلي هنايا، عطيتو للوالي ديال الرباط هذيك الساعة باش يهديه ليه، ما عرفتوش وصلوا ولا لا. كنحترم كاع المدارس وعندي احترام كبير ليزارتيست كاملين، اللي كيدير النايف ولا لابستري ولا الفيكوراتيف، لأن الإحساس اللي كيعجبني أنا بزاف. وهو كما كنقولوا مزيان الفن، النظافة، المخ ولا الروح والقلب والجسد. كانوا شي مرات دايزين شي دراري صغار شادين الميكات كينفخوا، يعني كنقولوا حنا باللغة المغربية العامة تيتشمكروا، وصلوا لي ديسان داروهم من اللور وبقاو واقفين كيشوفوا. الور فرحت انا، لان وهذاك المومون هما واقفين وكيشوف ان ديسان وتجاوبوا معاه، يعني كتخدم فيهم شي حاجه. اش كنستافدوا هو هذاك الهديان ديالنا ولا هذاك التنفس تجاه واحد الموسيقى ولا واحد الصوره ولا واحد المسرحيه ولا واحد العزف الموسيقي مثلا، الجدوى منه كيفاش الذاتيه هي كتروبوزي.